إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة محمد للمعلومات. إخواني الكرام، فكل ما نقدمه في هذا الفيديو هو معلومة عن الإصدار الجديد، فقد نزل الإصدار 31 من الهيروتروك سيميوليتر 2، ولكنه فقط الإصدار يعني بيتا، الإصدار التجريبي. فعندما بحثت وجدت فقط الإصدار التجريبي، فكما ترون بيتا يعني بيتا. فحالما ينزل الإصدار الأصلي للعبة فسوف أقوم بنشره إن شاء الله. فكما تعلمون في قناتي فأنا من الأوائل العرب الذي يضع الإصدار الجديد في القناة. شكرا لكم إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله.